لا تنتهي معاناة النازحين في العراق رغم 7 سنوات مرت منذ أعلنت حكومة بغداد استعادة كافة المناطق من قبضة تنظيم داعش. مخيم محطة بلد بمحافظة صلاح الدين مثال على الإهمال والتجاهل الحكومي لملف المهجرين، فالنازحون في المخيم يعيشون معاناة يومية متواصلة، إذ يفتقر المخيم لأبسط معايير الحياة الإنسانية الكريمة. هناك النازحين يشكون من عدة معاناة، منها عدم وجود الطرق غير مبلطة، عدم وجود المدارس، عدم وجود المياه الصالحة للشرب. فإحنا لا بد على المحافظة أن تدخل بأسرع وقت في سبيل مساعدة هؤلاء النازحين. وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بمساعدة النازحين وضمان إعادتهم لمناطقهم بعد تأهيلها للحياة الإنسانية، إلا أن الوعود هذه لم تنفذ وبقيت للاستهلاك الإعلامي فقط. لا تعويض ولا كل شيء، أي شيء كان ماكو، لا تعويض ولا أي شيء، لا حول ولا قوة، قر عايشين قوة، ولا زرع ولا فرع، ولا زارع ولا بارع، قاعد وساكت. أكو خبزة ناكل، ماكو خبزة ما ناكل. بعض النازحين حاولوا العودة إلى منازلهم الأصلية فلم يجدوا إلا الدمار وغياب الخدمات في تلك المناطق. الدولة ما باوعت إنه ما عوضت إنه بيوتنا فلشة، أمورنا تعبانة، يعني النازح من رجع تعبان، بيت ما لقى، سكن ما لقى، ماكو، يعني مدارس قليل. وتستمر معاناة النازحين وسط تجاهل واضح من حكومات بغداد المتعاقبة، تلك الحكومات المكونة من أحزاب فاسدة وميليشيات تنفذ أجندات خارجية طائفية وتسعى لإحداث تغيير في الخارطة السكانية للعراق بما يحقق أهداف داعميها في إيران.